وما أهلك الناس إلا الناس، بل يعمدون بعد ذلك إلى التصنع لهم وإلى المرآة فيقعون في سلسلة من المفاسد إذا لجأوا إلى ثناء الناس ومدح الناس ومنزل عند الناس وتكريم الناس. احذر العجب والتجبر في محاورتك. قال إني أفرض عليكم من الآن في المهر كذا وكذا، لا تتجاوزوا قامة المرأة. يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم أحدهن قنطارا فمثل بإيتاء القنطار وأنت تحد دون ذلك. لما قال: أصابت امرأة وأخطأ امرأة. رجعنا عن قرار، خلاص كلام المرأة صحيح. أصابت امرأة وأخطأ عمر. رأيت كيف الشجاعة، كيف الإنصاف، كيف الطهر في النفس، كيف القوة في الإيمان والأدب. هذا هي تربية محمد. وهكذا دابهم في المحاورة، حاورته المرأة واستدلت عليه بالآية، قال: خلاص أصابت امرأة أخطأ عمر، رجعنا في قرارنا. وكان في وصف سيدنا عمر، قالوا: كان وقافا عند كتاب الله. وقف إذا سمع الدلالة من الآية ووقف عندها لا يتعداها، خاضعا لها منقادا انقيادا كليا كاملا. وقد أساء الأدب من أساء عليه من بعد الرعية واستحق العقاب. فحذر عند بعض الصحابة، قال له: ما ترى في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا من الجاهلين هذا. فأخذ سيدنا عمر يردد: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف. صدقت. وكان وقافا عند كتاب الله. ولكن من لم يتهذب ولم يتنور ولم يتطهر ولم يتأدب، أن تذكر له آية وأن تذكر له حديث ونقول ولا يسمع ولا يرجع، إنا لله وإنا إليه. ربما تجرى بكلام الكفر والعياذ بالله أمام كلام الله ورسوله. فانظر الفارق بين أهل الأدب وبين أهل العطب. الذين ما عاد يملكون أنفسهم عند الغضب، حتى عند الرضا عدل عند الغضب.